بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد وقفنا في المحاضرة الماضية عند قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وانتهينا من بيان موقف الكافرين وموقف المنافقين وموقف المؤمنين من أوامر الله تعالى، وهنا جاءت الآيات لتخبرنا أن بعض المنافقين يتبعون رؤساءهم وكبراءهم من اليهود في أنهم يسخرون ويستهزئون بآيات الله تعالى. لما نزل قول الله سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ونزل قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، سخر اليهود وتبعهم المنافقون من ذكر البعوض وذكر والعنكبوت وذكر الذباب في القرآن الكريم، وأنكروا أن الله سبحانه وتعالى قد ضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت. فنزلت هذه الآية: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضا. والحياء هنا معناه التغير والانكسار. الحياء عموما معناه تغير وانكسار يعتري الإنسان عند فعل أو قول ما يذم به أو يعاب عليه. ولا شك أن هذا المعنى لا يليق بالله تعالى، ولذلك قال العلماء إن المراد بالحياء هنا الترك. إن الله لا يترك أن يضرب مثلا بالبعوضة وبالذباب وبالعنكبوت. إن الله جلت قدرته لا يترك أن يضرب المثل بالبعوضة فما فوقها. فما فوقها، يا ترى فما فوقها في الكبر ولا فما فوقها في الصغر؟ اختار الشيخ هنا أن المراد بما فوقها أي بما زاد عليها في الصغر، بما زاد عليها في الصغر، وهذا يؤيده السياق. فما فوقها أي أصغر منها. لماذا يضرب الله الأمثال بهذه الأشياء؟ لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، جليلا كان أو حقيرا، فلذلك ضرب الأمثال بهذه الكائنات وهذه المخلوقات، لأنه تعالى هو الذي خلقها. موقف المؤمنين من ضرب الأمثال بهذه الأشياء: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني يؤمنون ويصدقون ويخضعون ويمتثلون ويعلمون في قرارة أنفسهم وفي قلوبهم أن الله تعالى قد ضرب لهم الأمثال لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه وتعالى. وفي ضرب الله تعالى الأمثال بيان وإظهار للحق الذي جاء من عنده سبحانه وتعالى. أما الكافرون وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يقولون على سبيل التوبيخ، يقولون على سبيل الإنكار، على سبيل التعجب: ماذا أراد الله بهذه المثل الحقيرة التي فيها الذباب والعنكبوت؟ ثم رد الله تعالى عليهم قائلا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أي ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ رد عليهم في الجواب فقال: ليضل به كثيرا من الناس ويهدي به كثيرا من الناس. طيب، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، جعل الله المهتدين كثرة وجعل الضالين أيضا كثرة، مع أن هؤلاء الضالين هم أكثر من المهتدين. قال إشارة إلى أن المؤمنين المهتدين على قلتهم هم أكثر نفعا وأجل فائدة من غيرهم. وما يضل به، وما يضل بضرب هذه الأمثال إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته سبحانه وتعالى وعن حدود الإيمان به.
وما يضل به إلا الفاسقين. من هم هؤلاء الفاسقون؟ قال من صفاتهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، لا يلتزمون ولا يمتثلون بالعهود والمواثيق التي أخذها الله تعالى عليهم عن طريق أنبيائهم الذين أرسلهم الله تعالى إليهم. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون كل ما أمرهم الله تعالى بصلته، ويفسدون في الأرض، يعني يزيدون الأرض فسادا ويعثون فيها فسادا، ويفسدون في الأرض باستهزائهم وإنكارهم وصدهم عن سبيل الله تعالى. أولئك الذين ينقضون عهد الله، أولئك الفاسقون الخارجون عن طاعته وعبادته، الناقضون لعهوده ومواثيقه، القاطعون لما أمرهم بصلته، المفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة، لأنهم عرضوا أنفسهم لعقاب الله تعالى وعذابه. ثم وجه ربك سبحانه الخطاب إلى هؤلاء الفاسقين الذين ذكر لنا شيئا من صفاتهم، وقال لهم كيف تكفرون بالله، قال لهم على سبيل التوبيخ، على سبيل التعجيب من حالهم ومن فعلهم، كيف تكفرون أيها الفاسقون، كيف تكفرون بالله، كيف تنكرون وحدانيته وتجحدون نعمه سبحانه وتعالى عليكم، وقد كنتم أمواتا، كنتم أمواتا يعني عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما، وكنتم أمواتا، كنتم عدما فأحياكم، أي أوجدكم وخلقكم في هذه الدنيا، ثم بعد فترة، واستخدم هنا ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، لأن الإنسان يحيا في هذه الدنيا مدة، يحيا في هذه الدنيا مدة، ثم يميتكم، أي بعد حياتكم، ثم يميتكم عند انتهاء وقبض، عند انتهاء آجالكم وقبض أرواحكم، فتكونون في قبوركم، ثم إذا أمر الله تعالى بمجيء القيامة نفخ إسرافيل في الصور، ثم يحييكم مرة أخرى ويعيدكم الحياة الأبدية للحساب والجزاء، ثم إليه ترجعون، أي ترجعون للحساب والجزاء، فإما ثواب وإما عقاب، إما جنة عالية قطوفها دانية، وإما نار حامية، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كيف تكفرون بالله، وقد كنتم عدما فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم ترجعون إليه للحساب، وكيف تكفرون بالله، مع أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني سخر لكم، صير لكم، جعل لكم ما في الأرض جميعا مباحا لكم تنتفعون به، ثم استوى إلى السماء، يعني قصد وعمد إلى السماء، فسواهن سبع سماوات، وهو بإتقان ونظام محكم، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. وقد أخذ العلماء من هذه الآية أولا قاعدة قالوا فيها الأصل في الأشياء الإباحة، أي يباح للإنسان أن ينتفع بجميع ما في الأرض إلا ما دل الدليل على تحريمه. كذلك أخذوا من قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ربما يتوهم بعض الناس أن هذه الآية تتعارض أو تتناقض مع قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء؟ للإجابة ولإزالة هذا الإشكال قال العلماء خلق الله سبحانه وتعالى الأرض أولا بلا دحو،
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الأرض. ولذلك قال في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها. يبقى خلق الأرض أولا بلا دحو، ثم سوى السماوات السبع، ثم دحى الأرض وسواها وجعلها صالحة للمهاد والفراش والاستقرار الناس. ثم انتقلت بنا الآيات الكريمات إلى تذكير، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر لقومه: وإذ قال ربك للملائكة، والمعنى أذكر لهم يا رسول الله، أذكر لهم حين قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، أي جاعل في الأرض آدم عليه السلام، جاعل في الأرض آدم وذريته يخلف بعضهم بعضا، كلما مضى جيل أتى بعده جيل آخر. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. للملائكة، الملائكة أجسام لطيفة نورانية لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قادرون على التشكل بالأشكال الحسنة. قال ربك لجنس الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل فيها آدم وذريته يخلف بعضهم بعضا ويطبقون ويمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى. فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني يكثر من قتل النفوس المحرمة بغير حق ويسفكون الدماء المعصومة والبريئة، ونحن والحال أننا نسبح بحمدك ونقدس لك، أتستخلف في الأرض من هذه صفته يفسد ويسفك الدماء ونحن معصومون؟ نطيعك يا ربنا، لا نعصي أوامرك أبدا، نفعل ما تأمرنا به. فقال الله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم أمورا غيبية لا اطلاع لكم عليها ولا وصول لكم إليها، إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أراد الله تعالى أن يعلم الملائكة درسا، وأن يثبت لهم أنه سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمونه. فقال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها، ليظهر فضل آدم هذا الخليفة الذي استخلفه الله تعالى في الأرض، ليظهر فضله بالعلم. وعلم آدم الأسماء كلها، علمه الله تعالى أسماء جميع الأشياء، ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض هذه الأسماء، عرض هذه مسميات الأجناس الأشياء على الملائكة، وقال لهم: أنبئوني، أخبروني بأسماء هذه الأشياء وتلك المسميات إن كنتم صادقين. فقالوا: سبحانك لا علم لنا، ننزهك يا ربنا عما لا يليق بجلالك وكمالك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي لا نستطيع أن نعلم شيئا إلا إذا أطلعتنا عليه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، العليم بما كان وما يكون وما لا يكون، العليم المحيط بكل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ثم قال الله تعالى لآدم: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أخبرهم يا آدم وأعلمهم بأسماء هذه الأشياء، يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أخبرهم آدم عليه السلام بأسماء هذه الأشياء قال: ألم أقل لكم، قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أي قد قلت لكم إني أعلم ما كان
وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، أعلم الماضي والحاضر والمستقبل، إني أعلم غيب السماوات والأرض، أعلم ما خفي وما دق، وأعلم ما تبدون، أي ما تظهرونه، وما كنتم تكتمون، أي وما كنتم تكتمونه في نفوسكم حين قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ثم قال الله سبحانه وتعالى للملائكة بعد أن أظهر لهم فضل آدم عليه السلام، قال: وإذ قلنا للملائكة اذكر لقومك أيها الرسول الكريم واذكر للبشرية كلها، وقت أن قال ربك للملائكة بعد أن ظهر علم آدم عليهم اسجدوا لآدم، يا ملائكتي اسجدوا لآدم، سجود خضوع واعتراف وتحية وإقرار بفضله واعتذار عما بدر منكم وعما قالته الملائكة، لا سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله تعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، سجد الملائكة كلهم أجمعون، لأنهم لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلا إبليس، إلا أداة استثناء، استثنى إبليس عليه لعائن الله المتتابعة من امتثال هذا الأمر ومن السجود لآدم عليه السلام. وهنا وقف المفسرون والعلماء وقفة طويلة، هل إبليس من الملائكة؟ بالطبع الرأي الراجح والصحيح أنه لا، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يعني إبليس هو من جنس الجن، هو أبو الجن، أبو الشياطين، كما أن آدم أبو الإنس، إلا إبليس. وفي هذه الحالة يكون الاستثناء هنا منقطعا، وأي أن إبليس ليس من جنس الملائكة، لأن الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فإذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه كان الاستثناء متصلا. فسجدوا إلا إبليس، فإبليس ليس من الملائكة. طيب لماذا استثناه الله تعالى منهم؟ قالوا لأنه قد وجه له الأمر، وجه له أمر خاص بالسجود لآدم، بدليل أن الله تعالى قال له في سورة أخرى: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، يعني أمره الله تعالى أمرا خاصا، فهو ليس من الملائكة، فالملائكة لا يستكبرون وهو قد استكبر، الملائكة لا يعصون أوامر الله وهو قد عصى أوامر الله، الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون وليس لهم ذرية، وإبليس يتناكح ويتناسل وله ذرية. إذن استثناه الله تعالى لأنه قد وجه له الأمر، فسجد الملائكة امتثالا للأمر الذي وجه إليهم، أما إبليس فلم يمتثل الأمر الذي وجه إليه، بل أبى، رفض وامتنع واستكبر، استكبر يعني علاه الكبر والعناد، وظن أنه أفضل من آدم عليه السلام، وكان أي كان في علم الله تعالى الأزلي الأبدي، أو صار في الحقيقة من الكافرين، كان باعتبار أنه قد سبق في علم الله أنه سيفعل ما فعل من الإباء والاستكبار، أو صار من الكافرين بسبب أنه رفض وامتنع عن السجود لآدم عليه السلام. ثم قال الله تعالى لآدم بعد أن خلق منه زوجه: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، قال الله تعالى لآدم اتخذ الجنة مسكنا لك ولزوجك. وهنا تنوعت
آراء العلماء وأقوالهم. هل المراد بالجنة هنا هي جنة الآخرة؟ الظاهر من كلمة الجنة وعادة القرآن في استخدام هذه الجنة أن إلا إذا جاء السياق يحدد غير ذلك أن المراد بها جنة الآخرة. وقال بعض العلماء المراد بالجنة هنا بستان وكان في الأرض، جعله الله تعالى مكانا لاختبار وامتحان وابتلاء آدم عليه السلام. والحق أننا نتوقف، الله تعالى أمر آدم وزوجه أن يتخذ من الجنة جنة معهودة عند آدم وعند زوجه، جنة معهودة عندهم، فامتثل أمر الله تعالى. وقال الله تعالى لهما وكلا منها، يعني كلا من ثمار هذه الجنة رغدا، أي كلا منها عيشا، كلا منها رغدا، يعني كلا منها طعاما هنيئا لا عناء فيه، أو طعاما رزقا واسعا لا تعب فيه ولا نصب. وكلا منها رغدا حيث شئتما، أي كلا منها أكلا طعاما هنيئا من أي موضع ومن أي مكان شئتما، لكن لا تقربا هذه الشجرة، أيضا شجرة معهودة علمها آدم وعلمتها زوجه، لا تقربا هذه الشجرة. والنهي عن القربان فقط دون الأكل، لم يقل لهما ولا تأكلا من هذه الشجرة، وإنما قال ولا تقربا هذه الشجرة. النهي هنا عن القربان للإشارة إلى أن القرب من الشيء الممنوع يوقعك في النهي، القرب من الشيء الممنوع يوقعك ويورثك ميلا إليه، وكما يقال الممنوع مرغوب. فقال الله تعالى لهما لا تقربا حتى لا يؤدي بكم القرب إلى الوقوع فيما نهاكم الله تعالى عنه. ولا تقربا هذه الشجرة، وهذا اختبار من الله تعالى. ما نوع الشجرة التي نهاهم الله عن القرب منها؟ الله أعلم. هذا من المبهم الذي لم يأتي له بيان لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، ومن هنا نتوقف، ولن يعني يزيد في علمنا أننا نعلم نوع الشجرة سواء كانت التفاح أو التين أو غيرهما. المهم أن الله نهاهما عن الأكل أو قربان شجرة معينة. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فتكون من الظالمين لأنفسهما، تكون من الظالمين لأنفسهم، لأن الظلم ظلم النفس أن يرتكب الإنسان ما نهاه الله تعالى عنه، أن يفعل المعصية. فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما الشيطان عنها أي حملهما على القرب من هذه الشجرة وعلى الأكل منها. أزلهما يعني قهرهما الشيطان ووسوس لهما وحملهما على أن يقربا هذه الشجرة وعلى أن يأكلا منها، فلما أكلا منها أخرجهما أي أخرجهما الشيطان، أخرجهما الشيطان، ونسب الإخراج هنا للشيطان لأنه تسبب فيه عن طريق الوسوسة، وإلا فالمخرج الحقيقي الفاعل الحقيقي هو الله تعالى. فأخرجهما مما كان فيه من النعيم في هذه الجنة ومن العيش الرغيد الهنيء في هذه البساتين، فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا، الأمر هنا بالهبوط لآدم ولزوجه ولإبليس، وقلنا اهبطوا بدليل قوله تعالى بعضكم لبعض عدو، إذ العداوة هنا ستكون في الدنيا في الأرض بين الشيطان وبين الإنسان. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ستحصل العداوة بينكم ولكم في الأرض، ولكم على هذه الأرض مدة
معينة إلى حين، يعني إلى زمن محدود ومدة محدودة، ولكم في الأرض مستقر تستقرون فيها وتتمتعون بما أباحه الله تعالى لكم على ظهرها وأخرجه لكم من باطنها إلى وقت محدود، فإذا جاء هذا الوقت لحق كل بربه سبحانه وتعالى للحساب والجزاء، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لما عصى آدم وزوجه ربهما في الأكل وقربان هذه الشجرة تاب الله تعالى على آدم عليه السلام، فألهمه كلمات يقولها هو وزوجه، إذا توجه إلى الله تعالى بهذه الكلمات تاب الله تعالى عليهما، فتلقى آدم من ربه كلمات، أي ألهمه الله تعالى أن يقول بعض الكلمات، هذه الكلمات جاء بيانها في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلما قال هذه الكلمات تاب الله تعالى عليهما، فتاب عليه، تاب على آدم وتاب على زوجه. إذا رجع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يتوب عليه، وكلمة التوبة معناها الرجوع، يرجع الإنسان من المعصية إلى الطاعة، والله تعالى أيضا يسمى التواب لأنه يتوب على عبده، أي يرجع عن عقوبته إلى مغفرته، وشروط التوبة معروفة، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، أي قبل الله توبته ووفقه لها، لأنه سبحانه هو التواب الذي يقبل توبة التائبين ويرجع عن عقوبتهم ويغفر لهم ويعفو عنهم، وهو سبحانه وتعالى الرحيم، أي المحسن إلى هؤلاء الذين يتوبون إليه. وقد جمع الله تعالى هنا بين الوصفين التواب والرحيم، إشارة إلى ما أعده الله تعالى للتائبين من قبول توبتهم ومن الإحسان إليهم. قلنا اهبطوا منها جميعا، بعد أن قبل الله تعالى التوبة من آدم ومن زوجه، قال لآدم وقال لإبليس وقال لزوج آدم اهبطوا، وهنا تكرر الأمر بالهبوط مرتين، مرة حين قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا، ومرة هنا قلنا اهبطوا منها جميعا. المرة الأولى إشارة إلى أنهم سيهبطون من الجنة إلى الدنيا، إلى دار الامتحان والابتلاء، والمرة الثانية لبيان حالهم من حيث الطاعة والمعصية، وأنهم ينقسمون فريقين، فريق سيهتدي سيمتثل أوامر الله تعالى، وفريق سيضل ويبتعد وينحرف ويكذب بآيات الله تعالى. اهبطوا حال كونكم تهبطون فريقين، فريق مهتد وفريق حقت عليهم الضلالة. قلنا اهبطوا منها، أي من هذه الجنة، جميعا آدم وإبليس وحواء، فإما يأتينكم مني هدى، الخطاب هنا لهم جميعا للثلاثة ولذريتهم، اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي فمن امتثل أوامري واستمسك بشرائعي وآمن برسلي وصدقهم فهؤلاء مهتدون، وهؤلاء لا خوف عليهم مما هم قادمون عليه ولا يحزنون على ما فاتهم. أما الفريق الآخر والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الذين سيكفرون ويكذبون ولا يمتثلون ولا يتبعون ولا يؤمنون برسل الله ولا بآياته الكونية ولا بالآيات المستورة ولا بالآيات المنظورة، أولئك
أصحاب النار، عاقبتهم وجزاؤهم الخلود في النار، المكان الذي أعده الله تعالى للكافرين والمشركين، وهم خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا، بل هم ملازمون لها. ثم نادى الله تعالى على بني إسرائيل وذكرهم بنعمه سبحانه وتعالى عليهم: يا بني إسرائيل. فمن هو إسرائيل؟ ومن هم بنو إسرائيل؟ ولماذا أمرهم الله تعالى أن يتذكروا نعمه وأن يمتثلوا أوامره؟ هذا ما سنتعرف عليه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.